أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فتوقف الحديث في اللقاء الماضي لدى قول الله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وهذا الطرح القرآني هو طرح قوي ووجيه في بيان ما يمكن أن يدلس به الإنسان على غيره. هذا الإنسان يريد أن يستحوذ على الغير، على الإنسان، بادعاء بعض المزية والفضل على الآخرين. إذا استطاع إنسان أن يقول للناس إنه مقدس وإن له خصوصية ومكانة، فإنه بالتالي يضمن ولاء هؤلاء وتبعيتهم، ويضمن أن يتصرف فيهم كما يشاء، لأنه يوهمهم بأن له هذه الخصوصية. الناس يتخوفون من المستقبل أكثر مما يتخوفون من الماضي الذي مر، لأنهم كما يقال الماضي يتعلق الناس به لأنهم سلموا من شره. الماضي بعض المرات يتعلق الناس به لأنهم سلموا من أثره ومن شره. إذا تحدثك إناس عن الماضي، غالبا ما يحدثونك عن الماضي بإعجاب، يقول إنسان في الماضي كان كذا وكان كذا وكان الخير وكان 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 وكان. الناس لهم هذه القضية دي التعلق بالماضي المبالغ فيه، وأنا لا أقول أننا نبغض الماضي، ولكن يجب أن لا نتصور أن الماضي كان كله حسنا. فالماضي يمدحه الناس لأنه لا أثر لهم عليه له عليهم. فمثلا في بعض مراحل الماضي لم يكن هناك أمن في بلاد المسلمين، لم يكن هناك سلطة ولا أمن، ولا كان الإنسان يستطيع أن يتحرك من مدينة إلى مدينة أبدا. هذا شيء من سيئات الماضي، كانت القبائل بعضها يغير على بعض، كانت هناك حالات من السيبة. والسيبة هي حالة، تعرفون ما معنى السيبة؟ السيبة هي حالة من عدم وصول الدولة إلى المكان من الأماكن، وبالتالي فإن أناسا ما يفرضون سلطتهم، تنعدم الدولة وتفرض سلطة أي شخص تغلب، أي المتغلب، من يسمى بالمتغلب. فتجتمع مثلا فئة من المتغلبين من الأقوياء، إما لأن لهم المال، أو لأن بأيديهم السلاح، أو أن بأيديهم، أو أن لهم عصبة من الناس يؤيدونهم، فيفرضون ما يشاءون. كان الناس يلتقون في هذا ليس قديما، وهذه مسألة انتبهوا إليها، لأن الناس يقرؤونها ويكتبون عليها. هناك مجموعات كانت تسمى آية الأربعين، أو في بعض المناطق في المغرب تسمى أنفلاس، جماعة أنفلاس. أنفلاس هي مجموعة من الأشخاص يجلسون فيقولون لفلان: أنت يجب أن تعطي وتؤدي مثلا عجلا، أعطينا جبن العجل. إذا هو لم يعطي ذلك ماشي اختيارا، فإنه يتعرض إما للقتل وإما لإحراق متاعه وما أشبه، فذلك يؤديه صاغرا. هذه الأحكام ليس دائما أحكاما شرعية، هي أحكام فيها عادات، والتي كانت تسمى بأزرف. أزرف أزرف هي أحكام تقاليد. تعرفون أن العلماء كتبوا كثيرا في هذه الأحكام ودافعوها وردوها. حينما جاءت الاستعمار الفرنسي دافع عن هذه الأحكام، لأن الاستعمار كان يحضرنا، كان قلنا بأن هذه الأعراف هي شيء يجب احترامه والتمسك به. وهذا مما جاء به الظهير البربري. الناس لا يعرفون ما معنى الظهير البربري. الظهير البربري مما جاء به تحكيم الأعراف والتقاليد في قصد إلى إبعاد الشريعة. كانوا يقولون إن هؤلاء المغاربة أعظم معظمهم لا يعرفون العربية، لا يعرفون الشريعة، وبالتالي فلا يمكن أن نحكم فيهم الشريعة، الأولى أن نحكم فيهم تقاليد والأعراف. تقاليد الأعراف هي هذه، هي سلطة المقتدر، أي الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء فهو يفعل ما يشاء. فرنسا بدل، ولذلك حينما كانت جاءت فرنسا وأقرت
الظهير البربري، الظهير البربري خصنا الناس يقرأوه، ماشي هو قضية أن هذا بربري أو لا، هي قضية ضربة الشريعة الإسلامية، ماشي مضروب الأشخاص. الناس يتكلموا على هل هذا عربي أو أمازيغي، لا، هذيك هي فرنسا كان الذي يعنيها أن تزيل الشريعة وانتبه الأمر. ففي الحواضر وضعت المحاكم المدنية، والمحكمة كيفاش كانت تسمى قبل؟ المحكمة المغاربة ما كانش يسمي المحكمة، كي كان يقولها؟ قلنا انتم اللي قدام، ها دار الشرع، غادي نمشي لديك لدار الشرع، بقات كلمة دار الشرع. أنا بالله بالشرع، اللي كاين الشريعة، ما بقاش دار الشرع ولا المحكمة. وحينما تزيد كلمة وتضع مكانها كلمة تلغي الشريعة، كان الناس يقولون دار الشرع، لأن لم يكن يحكم فيها إلا بالشرع، وكان الناس يحكمون إلى آخر القضاة، من القضاة الشمال فقيه المرير كان قاضيا، فقيه المرير كان قاضيا وكان يحكم بالأحكام الشرعية، ما كان يحكم إلا بالأحكام الشرعية. معروف ما هو، لم يموت قديما، ولكن كان عنده أن هذا هو، وهي أعدل وأصوب وأنصف وأكثر إنصافا وأقدر على إزالة الجريمة. على كل حال هذا موضوع آخر. إذا فهذه التقاليد التي ركزتها فرنسا ودافعت عنها استثنت منها بعض التقاليد، قالت هذه تقاليد يا جميلة يجب إقرارها لنقطع الطريق على الشريعة، ولكن هناك بعض التقاليد أو واحد من التقاليد لا يصلح. شنو هو؟ هو الشفعة. الشفعة شنو هي الشفعة؟ تعرفون الشفعة؟ الشفعة حينما يكون الشركاء، ها شركاء في يجتمعون في ملك واحد، مثلا ورثة ورثوا أرضا، فإذا أراد أحدهم أن يبيع شقصه، الشقص هو الجزء الممتلك، شخص تارو، إذا أراد أن يبيع شخصه فإنه يبيعه، لكن الشريك هذا ربما يتضرر من هذا المشتري الجديد، أي الذي يشتري من شريكك يمكن أن يكون هذا الذي سيدخل شخص سيء سيعمل على تشتيت هذه الجماعة. فلذلك أعطاك الشرع حق الشفعة، حق إيش؟ أن تشتري هذا الشخص، هذا الشيء المبيع بالثمن الذي باعه شريكك، بالثمن أي بنفس الثمن، ماشي بأقل. أنا قال كان بعتو له بعشر ملايين، ديه أنت شريك، ديه بعشر. ولك الشركة دائما فيما لم يقسم، فيما لم يقسم، إذا وقعت الطرق، إذا صرفت الطرق، فطبعا إذا انقسمت الطرق، ما كنا عندنا أرض نحن شركاء فيه ولكن وزعنا قسمنا، ما بقات شريك، لأن صرنا لم نعد شركاء وإنما صرنا ياش. لما توقع الطرق، تقسم الطرق، شنو نوليو؟ نوليو جيران، ما نوليوش شركاء. لما نكون شركاء في الممتلك فنحن شركاء، ها، ونحن لنا حق مشاع غير محدد، معناها حق مشاع، معناها عندنا هكتار ديال الأرض نحن شركاء فيه، مات الوالد وخلنا هكتار للأرض، أنا استحق مثلا منه 20%، وأنت تستحق 20، أخذ أخر وأخر يستحق، واحد يستحق 7%، نحن شركاء بهذه النسبة، لكن هذه 20 التي أمتلكه أنا أين هي في هذا الممتلك؟ شائعة في كل محل، نسأل أنا وتسأل أنت، فهمتوا؟ ماشي أنا 20% راه محددة، هذيك تحديد إذا نحن قسمنا ولي تحديد، أما الآن أنا نسأل 20% في كل، وأنت تسأل 20% في كل، وهذاك يسأل 7%، لذلك هذا معنى الشركة. فالشركة إذا كان باع أحد الشركاء، إذا باع أحد الشركاء ما ينوبه، يجوز لباقي الشركاء أن يشفعوا بثمن الشراء، بثمن الذي باع به الآن، هذا لدفع مضرة الشركة، لدفع مضرة الشركة، هذه مسألة معروفة في الفقه. كانت القبائل عندنا، القبائل وهذه مسألة أخرى تشبه الشفعة، ولكن شفعة القبيلة ليس شفعة الشخص. إذا كانت شفعة القبيلة كلها حاضرة وجاء شخص أجنبي يشترى مثلا 20 هكتار من هذه القبيلة، تنوض القبيلة كلها وتشفع، تقول له هبا شريت، معنى واحد من القبيلة باع ب100 مليون مثلا، فجي القبيلة تقول له شحال شريت؟ 100، هاك الله يهنيك خرج. لماذا؟ باش ما تدخلش عندنا في القبيلة ديالنا، وهذا سبب، هذه مسألة ماشي شرعية في الحق،
كان دي ماشي يتشبه الشفعاء، لكن لماذا؟ هذا الذي جعل الناس لا يسمحون للمرأة بأن ترث، الأخت ديالهم ما تورش. لماذا؟ لأن الزوج تاعها يمكن يكون لي يكون أجنبي، وإذا ورثت يموت تموت ويدخل الزوج ويدخل أولاده وهم من قبيلة أخرى غادي يدخلون في القبيلة ديالها. لذلك كانوا إما أنهم لا يتزوجون من القبائل الأخرى، وإما أن المرأة كانت عندهم لا ترث، وهذا الذي هو موجود في بعض القبائل الآن. بعض القبائل موجود في هذه القضية حتى تبقى لكن حينما جاءت فرنسا وأقرت هذه الأحكام، قررت هذه الأحكام، قالت هذا القانون الشفعة ما عجبناش، ماشي مزيان. قال فهمتوا؟ كل الأعراف أقرتها إلا هذا، شفعة القبيلة. لماذا؟ لأنه لو استمرت شفعة القبيلة لما جاز ولا ما صح للكولون أن يدخلوا الأراضي ويشتروا فيها. لغت هذا القانون بدأوا يجوا الضباط والتجار الفرنسيين وكذا والمعمرين ويشريوا تهما، شريوا 100 هكتار، هم دخلوا في القبائل، لأن قانون شفعة القبيلة لا يسمح لهم. فإذا هذا رفضته فرنسا، تعرف كيف يلعبوا بالقوانين. على كل، أنا أقول إن الناس في الماضي يخافوا، لا يتحدثون عن الماضي إلا تقريبا بتمجيد، وأنا أشرت لكم هذه الأمثلة صغيرة قليلة بأن الناس لا يذكرون ذلك، وذلك يتحدثون عن الماضي دائما. بعض المرات الماضي كان الناس لا يجدون فيه الطعام والشراب، وكان الناس يأكلون أرذل الطعام، وكان بعض المرات يموت الناس جوعا. ولكن بالنسبة للآن ما بقاتش هذه الأشياء، أكثر الله النعم والخيرات، وأصبحت عندنا الناس المياه تأتي، وزالت كثير من المشاق، وكان الناس يسافرون على الدواب وعلى الأرجل، فكل هذه الأشياء ديال الماضي انتهت. ولكن مع ذلك بعض الناس يتحدثون عن الماضي بتقدير لنا، لأنهم كما قال سلموا من شره، ما بقاش داك الشيء، واخا يقولوا مزيان ولكن ما غاديش، لن يصيبهم ما كان فيه، ما كان في الماضي أصاب الذين كانوا فيه، ولكن المستقبل يخاف الناس منه. فإذا خاف الناس منه، ودائما الإنسان يقول كيف سيكون مستقبلي؟ هل سأكون غنيا؟ هل سأكون ناجحا؟ هل سأتزوج امرأة ويكون زواجي ناجحا؟ هل سيكون لي أبناء؟ هل سيكون لي مال؟ هذه أسئلة يطرحها الإنسان فيما بينه وبين نفسه. فإذا جاء إنسان ماكر ومحتال يعرف في الناس هذه الرغبة، فإنه يقدم نفسه للناس على أنه يعلم المستقبل. قل له منتاجي أنا أقول لك شنو المستقبل. فإذا أصبح الإنسان يقنع الناس بأنه يعرف المستقبل، صافي كنت لهم، داروا في كرشه نهائيا، يضعف الناس أمامه ضعف. لذلك نبه القرآن بأن هذا الإنسان لا يعلم الغيب. قول الله تعالى بأن الإنسان لا يعلم هذا الغيب فيه تحرير للإنسان من سلطة الإنسان ومن استعباد الإنسان. هذا تحرير من نتبدي حقوق الإنسان عندنا. تحرير الإنسان يبدأ بالعقيدة ماشي بالقوانين. تحرير الإنسان عندنا لا يبدأ بالقوانين. الإنسان الذي يخاف من إنسان آخر هو عبد الله، ولو كانت القوانين تسمح له بأن يكون أو تسميه حرا. بعد المرات يكون إنسان حر في المظهر وهو عبد في العمق. حينما يكون إنسان رئيس دولة ويخاف من المستقبل ويأتي بالدجالين والكهانين، بعض الرؤساء يفعلون هذا ويستدعون إلى بيوتهم وإلى قصورهم في الخفاء بعد الدجالين ويثقهم. وبعض الناس مسؤولون، وبعض ما قد يكونون وزراء، الله يخليك انا باغي ندخل الحمله الانتخابيه وقولي كذا وكتب لي شي حرز مزيان باش ننجح وباش. هذا راه واقع، هذا الشيء راه واقع، هذا معروف بان واقع، لان الانسان لم يتحرر من الداخل، تحرر اطاره خارجي والقوانين. هو حر ويقول حينما يطلع المنصه يقول ما يبغي، ولكن في العمق ما عنده علاقه بالحريه، عبد. لذلك قلت إن هذا الأمر أمر خطير جدا، والجاهلية كان قد فشى فيها هذا بسبب قلة النبوة فيها. وكلما لاحظوا تناسوا، كلما قل التدين كلما كثر ادعاء الغيب وادعاء التميز والفضل. هذه مسألة بحال هكا معادلة، إذا كثر الدين وعلم الناس حقيقة العقيدة وفوضوا أمره إلى الله ربحوا وظهرت قيمتهم وبشريتهم العالية.
حينما ينخفض الإنسان، مثلا الإنسان مسلم الآن ليس له من الدين شيء، لا يعرف إلا أنه ربما في أحسن الأحوال يصلي، فيقال له يا فلان هذا كيف فعل، هذا كيف فعل، هذا كيف فعل، هذا كيف فعل، وهو صفر ما يعرف حتى شي حاجة في الدين. هذا لن يذهب إلى العلماء. أقول لكم مشيش العلماء، العلماء يوعروا عليا، العلماء واعرين، العلماء دائما هذا حلال هذا حرام، هذا ما يمشيش للعلم، العلم ما بغيش يمشي للعلم، نشوفه ما يشوفني. لذلك كاين الإنسان الذي يعيش في غيبة العلم والعلماء. الآن وأنا شرطكم هذه وخصكم تكونوا فاطرين، كاين نابتة تنبت كاع في البلاد الإسلامية، نابتة ديال الدجالين وديال الخرافيين وديال الكذابين وديال، ماذا يفعل؟ يعطون الناس، يبيعون الناس الوهم، الوهم هذا سيدي فلان راه كان يدير فلان ويعطي لفلان واللي عطاه واللي هذا اللي هرسوه واللي جبروه واللي كذا واللي كذا واللي كذا. واحد الانسان قاعد على طفل كل الساعات ويلا خرج من الكانتينه وبغى يسلم لله كيقولوا ما شدوه اروح لهنا، مازال يقطر بالخمر، مازال هذاك هين ما عنده الا خوف من المستقبل واعتقاد بان الانسان يمكن. ولذلك تجدنا في بعض المرات ان بعض التظاهرات يكثر فيها البشر، قول لكم مزيان بزاف ديال البشر، كل اولئك اناس ليس لهم فهم للعقيده، فانتهى الامر. هذا ليس خاصا بالامه الاسلاميه، لو اخذتم هذا لوجدتموه الان موجود في كل الديانات، عند البوذيين، عند كذا، عند كذا، دائما اناس يتفضلون على الناس، معنى انهم افضل من الناس، ويجدون من يحرق حولهم الباخور، ويجدون من ينفق، وذلك كانت لهم حيل كبيره جدا. وربما في سيدي فلان فيه واحد الكرامه وفيه واحد المزيه، هذا كان وقع في الزمن، يقول بغى يصلي عنده الساعه بغيت نصلي، ولكن هو يركب في القطار، القطار ما يمكنش يتوقف، القطار يجري، يقول لا خو دير هكا القطار، وسبحان الله بقدرتي قادر القطار وقف، وقف فعلا وهو وصل له وطلع كاع ذاك القطار ذهب هذيك الدعايه. شوف سيدي فلان بغى يصلي وشار هكا القطار، القطار وقف لانه كان متفاهم مع واحد الفرنساوي كان يسوق القطار، وقال له هفاك توقف القطار وحنا نبيعوش، وذاك بلاك ذاك البشر دا كل شيء، دا ذاك البشر كله كان بحال السوائم بحال الدواب، كان بحال هذا وقعت مرات متعدده بتباطؤ، هذا وقع مرات في التاريخ، وقع مرات متعدده. ويقال ان عبد المؤمن بن علي لما اراد أن يحضر مجلس الاختيار يقال بأنه كان قد هيأ أسدا وببغاء، حينما خرج دخل اجتمعوا في المجلس ليختاروا الخليفة لمحمد المهدي بن ثمرت، خرج يقال بأن كانت لها بوابة، فخرج الأسد، الناس تخوفوا منه، فما زال الأسد يتقرب يقترب حتى وصل إلى المجلس عبد المؤمن، ذكر هذا في بعض كتب التاريخ، يكون هذا صحيح وقد لا يكون، فجلس و كأنه ركع، ثم قام الطائر ببغاء لا يقول إلا كلمة واحدة، النصر والتمكين لأمير المؤمنين، فقالوا هذا ملك بايعته الحيوانات كيف لا نبيعنا، يلا مضوا بايعوا وجاوا خارج منك. هكذا تمشي الأشياء بسبب ادعاء الغيب وبسبب تصديق هذه. لذلك أنا أقول هذا لأنبه إلى أن هنالك شرذمة الآن ليس لهم من الدين إلا هذا الأمر، إلى ادعاء الفضل والصلاح والخيراء. أما هؤلاء العلماء هذا كلام ديالهم لا قيمة له، هذا كلام ظاهري ما فيش الروح ما فيش المعنى، أقول نعم لأنه يقول لك حلال وحرام، لأن كلام إذا كان كلام العلماء ما فيش المعنى، كلام من اللي غادي يكون فيه الروح؟ إذا كان كلام العلماء لا يتكلمون بكلام، يتكلمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، وأنت باش تكلم بحال ذاك المحاجيات اللي يحكيو لنا بعض المرات في التلفزيون، سيدي فلان كان يقول وكان يقول وكاش كان يقول، سيدي فلان جمع لي أحوجك الله يهديك، انظر إلى ما قال القرآن. وإذاك خص الإنسان المنزع ديالو خصو يكون صحيح، لا نجعل شيئا أمام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ندعي بعد ذلك أننا سنتفق وسنأتلف، هذا سنختلف فيه كثيرا. دعاء الغيب كما قلت سيطر على الإنسان، سيطر والتهام للإنسان، والإنسان على كل يجب أن يصفي هذه القضية، انتهى خصو ينتهي منها، ليصدق له
تصدق قاله عقيدته يعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله وانتهى الأمر. الناس فيما هذا فيما سوى هذا تسمعون من هذا الذي أذكر لكم في التاريخ وفي الواقع وفيما يفعله الناس مساكن في ذوك ديال البادية واحد الفضيحة أكثر من هذا الشيء. والبعض كان عندنا طائفة ثم كثير من الناس يعرفوها طائفة عاشوا في المنطقة هو في جات موافقة مسايرة للوقت الاستعمار الفرنسي في المغرب في الشمال المغربي. لا تكون واحد مجموعة من الأشخاص الذين ليس لهم إلا ادعاء أنهم مجاذيب وأنهم وكنهم ما يصليهم وكذا ما حتى شي حاجة ما عندهم. بدأوا يديروا مجموعات كبيرة جدا تكثر تكبر ويتخلطوا بالنساء والرجال وكذا ويخرجوا في الشوارع ويخرجوا في هذا يسميهم الهداويين. سمعتوا عليهم؟ كل يعرف هذا الهداوي سيدي هدي. هذا كان منطقة سيدي هدي كان في الشمال ولذلك استفحل أمرهم بحال مخيمات كبيرة وفيها الطبخ ديالهم وفيها وما عندهم شي حاجة سميتها الحلال ولا شي حاجة سميتها الحرام اللي عجب جهد وحدة يقول لهم أنا هذه امرأة دايرة جوج رجال عندها عادي هداوية وصافية هذا غير هداوية. شفتوا كيفاش كان؟ ومن بعد جاء واحد المرحلة مع المقاومة هما اللي فضوا مع الصفاوي المقاومة هما اللي دخلوا عليهم وفضوا. أما هذه أشياء تأتي دائما في حالة ضعف الأمة وهذو ما يمكنش تقول له شنو لا يصلين ما يصليش ما يصليش الجمعة ما بغاش يغتسل من الجنابة ليس لك عليه شيء لأنه إنسان استثنائي والناس يخافون منهم يخافون منهم إذا جاءوا عندك هذوك الهداوين وغيره أعطيهم اللي عندك وصافي. معناها كنا نديروا مافيا مافيات كانت مافيات دينية هذو هما مافيات اللي مرة ما زال يجدوا مافيات أخرى ما زال يكبروا الصغار عاوتاني. لذلك العلم هو الذي يجعل الإنسان يرى ينظر نظرة صح. إذن هذا الإنسان يحرر بهذه العقيدة لئلا يؤخذ. نكمل هذا واحد الطرفة وقعت أحد قال بأن أحد الأشخاص في الجنوب المغربي في جيج صاحب شاحنة كان قد اخترق الصحراء فوجد بعض الرهبان قد ضلوا الطريق أو شكوا أن يموتوا عطشا فهو نظر إليهم وأخذهم وحملهم في شاحنته وأبلغهم إلى الدير أو الكنيسة التي ينتمون إليه ففرحوا به وكذا 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 وأكرموه. واحد فيهم بغى باش يكمل له الإكرام قالوا شوف أنت مزيان أنت الآن ستتفضل عليك سنتفضل عليك بأننا سندعو الرب سيضيف لك 10 سنوات من العمر بما انك كدت فينا الخير انا نعطيك 10 سنين زدناها لك على الاجل. مسكين هذا الانسان عادي قال شكرا ثم اعطيتوني هذه 10 سنين لانني ولكن كاين مشكله. شنو هي؟ قال اذا كان الله تعالى اعطاني 60 سنة راه اعطاني فيها الصحه وفيها الرزق هذه العشره اللي اعطيتوها لي فين الرزق ديالها؟ انا ما منين غادي يجيب باش نعيش؟ ما اعطيتوني 10 منين نجيبوا؟ انا ورا الفلوس تاع جيبوا لي هذاك كان ذكي كان ذكي يعرف بان كان يكذبوا عليه لان بعد كي يخرجوا من الناس كل غادي يعرفوا فاد زاد 10 ولا زاد 10 هي هذيك ديالهم اللي كانوا زادوها له. الا فرضنا غير من ذاك العام زاد 10 يقول لك هي ذيك اللي كانت تما انت النهار كنت غتموت ولا زاد 20 راه 10 ديالهم و10 ديال 10 ديال الاجل و10 اخر. شوفوا شو امتحان. ولذلك هذا هو الذي يؤدي الى ابتلاء الانسان. اذا ما نطولش في هذه. ام يريدون يقول الله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريدون كيدا هذا أيضا إشارة إلى الكيد. أريد أن أمر بهذا ثم أعود إن شاء الله ربما بعد إلى هذا الفقر هذه الآية. الكيد في الغالب ما يكون دالا على الاحتيال واستعمال ذكاء في الشيء. قد يكون كيدا سيئا إذا كان احتيالا في الشر وقد يكون مطلقا به مرادا به نوع من الذكاء. فقال الله تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال بعض العلماء فيه أن هذا الكيد المنهي عنه هو كيد الخائنين الكيد الذي فيه خيانة في غدر بالناس. وقد يكون شيء آخر ليس كيدا وإنما هو نوع من الفطنة والاحتيال ولا استعمال الذكاء
يقف الأمر عندها للوصول إلى الحقيقة لا إلى الباطل. كذلك كدنا ليوسف، يوسف بمعنى أن يوسف استعمله الله تعالى بذكائه ليصل إلى الحقائق التي يريد. مثلا حينما أراد أن يستبقي، حينما أراد ذهب إخوته انصرفوا وأخذوا امتاروا أخذوا الميرة، ماذا قال يوسف لإخوته؟ اجعلوا في رحالهم. إذن زيد ماذا فعلوهم؟ وضعوا صواع الملك. قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. إذن هؤلاء جاءوا يأخذون الميرة فافتاروا وتفضل عليهم الملك أزادهم، ولكن الصواع التي صاع جمع صاع التي يوزن بها ضاعت. فأين كانت هذه الصواع؟ أخذها هؤلاء. إذن قال اقفوا الآن الصواع، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، أي صواع الملك سرقت، فقدت على كل ما سرقت لكن فقدت. قالوا ما جزاؤه؟ إذن الذي أخذ هذه الصواع ما جزاؤه؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه، الذي يوجد في رحله هذه الصواع هو سرقها، هو الذي يجب أن يؤخذ لأنه هو الذي مد يده إلى هذا. وما أصبحوا يقسمون، ما جئنا لنستدى في الأرض وما كنا سارقين، ما جئنا احنا لنسرق، ما جئنا نأخذ الميراث، كيف جئنا احنا ما جئناش نسرقوا، ما عليكمش سنبحث. أيها الحرس فتشوا كل الرحال. كيف يبدأ الحراس؟ بدأوا بأوعية الآخرين قبل وعاء أخيه. أوعية الآخرين أي الإخوة الآخرين، هذا ما عندوش، هذا حتى الأخير جبروا الآخر وجبروها عنده. فهمتوا؟ لأنهم لو بدأوا بوعاء الأخي لقالوا هذه القضية مدبرة. فهم هما داروا تما وبدأوا به الأول، لكن هو مسكين خلاه تلتلي هذا ثم ما جبروش فاستخرجها من وعاء أخيه. صافي. إذن يبقى هذا ما يمشيش، لأنه أراد أن يستبقي أخاه. ها؟ لا يوسف زيد وأخوه أحب إلى أبينا منا. ونحن أخوه كان في البداية كان مستهدف وكان غير مضاف إليه، ما مسكين كان يشوفه صافي، رأى أن يوسف فعل به ما فعل، فهو كان لأنه ليس منهم، أمه ربما منعزلة أمه أخرى. خلوا عندكم هذا. قالوا اشتكون إن لنا أبا شيخا كبيرا. قالوا سير الله إنكم ما كان شيخ، وأرادوا أن يستبقيها. في هذا ليس في هذا أي ظلم، ولكن ليس فيه سذاجة، فيه نوع من الذكاء. فهذا ما قال الله تعالى كدنا ليوسف، ولكن ليس فيه معنى الخيانة. أما كيد الذي فيه خيانة وغدر وسرقة لأموال الناس، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين فقط. أم يريدون كيدا؟ أنا أتكلمكم عامة لأن بعد نرجع الكلمة دي. أم يريدون كيدا؟ هؤلاء المشركون يريدون كيدا؟ بالتأكيد إنهم كانوا يريدون كيدا. كانوا يريدون كيدا حينما سلطوا ألسنتهم على محمد صلى الله عليه وسلم، حينما حاولوا قتله، حينما تحدثوا عن أسرته، أرادوا أن لاحظوا هذه الأشياء، أرادوا أن يؤذوه في أسرته في زوجته. فكان حديث الإفك، آذوه أيضا كذلك في نسبه وفي نسله لما يقولوا إن محمدا أبتر، حاولوا أن يقتلوه. تقلت له الله يعصمك من الناس. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يردوا على الدعوة. لما أعجزهم أن يردوا على القرآن وعلى حجته انتقلوا إلى الشخص، ودائما هذا أسلوب الكائدين،
أنهم إذا لم يستطيعوا أن يتحدثوا عن الدعوة وعن الحقيقة وعن الموضوع وعن الجوهر فإنهم ينتقلون إلى اصطناع، اصطناع بعض النقائص لصاحب الدعوة ليهونوا من شأنه. هذه الدعوة التي بدأت يومئذ القرآن ذكرها، ولكن قد الله تعالى قال فالذين كفروا هم المكيد، وهنا إبراز في موضع الإضمار، هذا إظهار في موضع، أم يريدون كيدا؟ لم يقل الله تعالى فهم المكيدون، لا أظهر فقال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. إذن أرادوا كيدا وهو إلحاق الأذى بمحمد صلى الله عليه وسلم. أعطاك الله حكم، انتبهوا لهذه القضية، أنا سأذكر لكم الآن شيء، حكم عظيم جدا دائما تكرر في التاريخ، الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه أحد، لأن القرآن يقول فالذين كفروا هم المكيدون. الآن جاءت هذه الصيحة، هذا الشريط، من صاحبه؟ من هم؟ ما دينهم؟ شكون هما؟ مسيحيون ولا لا؟ اخباط مسيحيون نصارى. هؤلاء المتأثرون بالرؤية الصليبية السابقة للإسلام كل مرة يتقيؤون علينا ويزعجوننا بشيء. الحمد لله هذا فيه خير، الأمة الإسلامية من جهة من كل عبر كل بلاد الإسلامية ترفض هذا الفعل، وليس هناك شخص حتى من الناس الأقل تدينا من يقبل أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقبلكش سكير كذا ما يقبلش. وذلك تعرف الأمم تعرف بأن هذا قضية خاصة. زين أنا غادي نقول لكم من بعد، يريدون كيدا ويقولون لنا ما لكم أيها المسلمون تنزعجون، نحن دخلنا في عصر جديد هو عصر الحريات، نحن يمكننا أن نتكلم في الأنبياء في كل، لأن هذا الثقافة، الثقافة لا تقبل التحجير والحرية على الحرية. أرضوا بالكم، هذا كلام يقولونه قاصدين بأن يفتحوا الباب لضربنا في متى شاءوا، وينطلق معهم بعض الصغار في أنفسهم والراضعين للبانهم ويقولون بقولهم أنتم أيها الناس ضد الحرية. أجل فهمكم، هل يوجد أمة على وجه الأرض تؤمن بهذا المبدأ أم فقط نحن الذين يجب علينا أن نقبل به؟ هل يوجد أمة تسمح لجميع الناس بأن يقولوا ما يشاءون؟ نعطيكم أنا بعض الأمثلة وسأجيب في فلا. في هذا الأسبوع كنت أصلي هكذا في إذاعة دولية لشيء تقرير عن مجموعة موسيقية في عمت في حقيقة في أوروبا الستينات، وهي مجموعة البيتلز الخنافس ولو موضة ولو كذا ولو شيء. هذه المجموعة انتشرت وعما لا لباسها ولا شعرها في كل بلاد، ها، وفي أوروبا وسمعت الأموال وأصبح شيء كبير. ها، ذات يوم قال أحد أعضاء هذه بعد اللي انتشر وامتلأ، قال لهم كلمة، قال لهم يبدو أننا، انتبهوا لهذا الكلام، أصبحنا الآن أكثر شهرة من المسيح نفسه. هذا البيتلز تمال في الضوء معه، ما ترك هؤلاء بعد ذلك وانتهى نجمهم وقاطعتهم وسائل الإعلام وقاطعتهم وسائل الإعلام العمومية وانطفأوا بعد ذلك دفعة واحدة. هذا الواقع، هذا السبب. لماذا لم تسمحوا لهم بأن يقولوا هذا الكلام؟ مش قال الفن يقتضي الحرية خليهم يقولوا؟ أبدا، ما كاينش هذا الهضره هذه، لا وجود لأناس يؤمن بهذا. حينما يرى الغرب أن كلاما ما يمسه في مصلحته، الغرب له طريقة عجيبة ربما حتى المثقفون عندنا لا يعرفونها، هم لا يقولون بأننا سنحاربه نقف في وجهه، لأنه لا يمكن أن يكون ضد الحرية، لا خليه هو حر، ولكنهم يختلقون له قصة من هنا وهناك
ويشدوه يحشوه في الحبس ماشي على داك الشيء اللي قالوا لا 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 شي حاجه اخرى ما كنتوش انتم عندكم الخبر عليها. ويكيليكس هذا صاحب صاحب فرك فرك راه مزوج في شي في شي في شي سفر ياك ومطلوب الان مول اسانج مطلوب علاش يا تات يوم كان له اغتصاب الله يا ودي ما قال هذا الاغتصاب حتى قال الهضره وفين وغير المغتصب الوحيد اللي كان في اوروبا الاغتصاب ما اساله في اوروبا ما كاين والو يصنعوا له قضيه ويزيدوه لها باش يفهموه ويربيوه باش ما يعاودش يتكلم ولكن لا الحريه لا خليه الحريه الحريه بصح يدخل يبدلوا له غير الملف بدل باش تدخل بالحريه يدخل على الاغتصاب مشى غادي يمشي للحبس ما في لا هضره ولا كلام زعما غادي يطلقوه ابدا لانه دخل في احد المحلات تكلم في اشياء ماشي 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 ديالو فهم الان يحمون انفسهم احنا ما نتكلموش على من يحمون ولكن ما تفرضوش علينا باش نامنوا بانكم فعلا فعلا تؤمنون بهذا المبدا حينما جاء بعض الدعاة احمد ديدات الى فرنسا ما سمحولوش باش يدخل علاش الحريه بدوله 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 سير الله يهنيك لما جاء فيلم فارس بلا جواد نسيتوا هذا نسيتوا صافي يعني الذاكره ان احنا في ضعيف هذا انتم غير صغار هذا مازال ما شفتوش هذا في شريط معروف فارس بلا جواد بداوا فيه كذا قالوا هذا عمره ما يفوت هذا الفيلم ولا يمكن انك تفرط في اوروبا تفوت لان قال شي كلمات ما عجبتهمش مشى الفيلم مشى يا ويلي مشى مشى لو ان قالت من القنوات تفوتوا الان اعتقد الامس ولا امس كان استجواب مع مغنية أسلمت ها وتكلمت ها سمعتوا على هذا أربعة ديال الساعات تكلمت عن الإسلام بكلام مهم جدا كلامها ذلك سجل في اليوتيوب سجل في وكان مؤثر جدا مشى رحمة الله ما بقاش مشى مشى ما كانش قلعوه باقي الفيلم لأن حرية وهذيك ماشي حرية احنا ماشي نقول لهؤلاء الناس هؤلاء لهم ان يفعلوا ما يشاءون لكن نقول لقومنا لاهلنا لا تنخدعوا بهذه الكلمات حقنا من حقنا ان ندافع عن عقيدتنا عن اعتقادنا لسنا نحن مجالا مستباحا ليجرب الناس فيه حريتهم نحن امه لها نبي تعزه وتجله وترى انه معصوم دعونا وهذا الامر لا نلزمكم بذلك ولكن لا تقتحمونا هذا الامر سيصل الى العالم، العالم لابد ان يذهب الى هذا، العالم ماشي ما يمكنش العالم يترصى الا بهذا، ولذلك الذين بداوا ما عادوا يفعلون ذلك، دنماركيين وكذا ما بقاتش عندهم الفنانين بزاف مشاو ما بقوش لان المصالح تاعهم هزت فلذلك اي دوله الان تقول اختونا في راسنا بهذه المسائل ماشي ماشي احتراما وانما دفاعا عن الانسجام العالم لا يمكن ان يستمر في هذه الحاله من الفوضى الله تعالى يقول لك فالذين كفروا هم يريدون كيدا فالذين كفروا هم مكيدون هذا وعيد الهي بان الذين يكيدون محمد صلى الله عليه وسلم ويبحثون له عن اشياء وعن سوءات ليست له سيكيدهم الله تعالى هذا الامر انا يبدو لي شيء لاحظوا لاحظوا قرأوا الاشياء التي ترون الان ألا ترون الآن أن هذا الوعيد الإلهي تحقق دفعة واحدة الآن اليوم 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 حكم المساعد الأقرب للبابا لأنه في هذه اللحظة التي كان الناس يتحدثون يصنعون ما يصنعون محمد صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الرجل بيده لا بأيدي المسلمين وهو المقرب إليهم ذا جابرييلي أخرج كتابا تحدث فيه عن فضائح الكنيسة وهذه الفضائح فيها فضائح أخلاقية وفضائح مالية ودوره على محمد صلى الله عليه وسلم تكلم عليه افتري على محمد صلى الله عليه وسلم الآن الناس بعض المرات ما غاديش بعد ما يستطيعش يكلموا هالكلام يعاودوش لأن الكنيسة حاولت أن تخفي هذا في المحاكمة كانت سرية تقريبا في قاعة صغيرة وحاولت أن تحسمها فيه ولذلك سموا المحكمة الآن بعض الوسائل تسميها مهزلة لماذا؟ لأنها تقول ما قاله السابقون عن هذا النظام الآن
الكنيسة فيها حالات كثيرة من الاعتداء على الصبيان، هل فعل ذلك المسلمون؟ هل فعله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايش راك تكلم انت؟ لا منك تكلم، على منك تكلم؟ هل كان في محمد صلى الله عليه وسلم خيانة؟ هل تزوج النساء سرا؟ هل ترك تزوج بالنساء كما يفعلونهم ترك التزوج بالنساء وتزوجوا بالأطفال؟ أي الأشخاص هو المكيد والذي يحق ويجب عليه أن يخجل من نفسه؟ يجب عليهم أن يخجلوا من أنفسهم، وتبين لهم أن هذا الحراك وأن هذا الأوبة للمسلمين الإسلام لا يمكن أن تكسر إلا بتشويه صورة محمد صلى الله عليه وسلم. فما زادت تلك الصورة إلا اتضاحا وجمالا. وفي نفس اللحظة، ماشي بعيد، ماشي العام الآخر ولا العام، لحظة خصكم تشوفوا الفعل الإلهي في هذا. ليس من الصدفة أن يأتي هذا في نفس اللحظة اللي يتكلموا الناس، أي الله تعالى سخر هذا الشخص من أهلها من العمق ليقول للناس إن ما يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا، وإن الصحيح هو أن هذا الكلام موجود في أناس آخرين هم الآن أحياء ويعيشون، وهم الذين يعرفون هذا ولا يقولون الكلام الصواب. أي هؤلاء الذين أدانوا، هل أدانوا حقيقة هذه الدعوة؟ هل وقفوا بجد ضد هؤلاء الذين يريدون أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كان كلامهم محتشما وكذا والاحترام. لا، يجب أن نقول للناس لا تمسوا الأديان، دعوكم من الأديان، كل الناس كل له دين، يمكن أن نتحاور علميا نتناقش ولكن في مستويات أخرى، ماشي مستوى الكاريكاتير والفيلم. فيلم ماشي شيء، فيلم فيه أحقاد. إذا كنتم عندكم كتابات أو كذا والمناظرات مستعدين الناس ينظركم، ولكن أن تلقوا إلى العامة، لأن كلمة دير كاريكاتير ما عم تكلم عن إنسان ساذج، إنسان يضحكه الكاريكاتير، يضحكوا على نبي عظيم ليس له قدرة المقاومة للأفكار ولا النقد والمتابعة. فلذلك قلت هذه الآية، أنا ذكرتها الآن، ذكرت باستعجال فيها هذا الأمر الغريب جدا. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. وبقدر ما يكيد الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام بقدر ما يرتفع الإسلام ويعتز الإسلام ويظهر في الناس. الآن هذه القضية ديال الشخص، أي بعد أن تكون قد أسأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الأوروبي ولا الأمريكي، سأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي المنتظر أن الناس سينفضون عن هذا الدور، في هذه اللحظة تسمع أن هنالك من يسلم من الناس الأشخاص الذين لا ننتظر فيهم أن يكونوا مسلمين، من أي المغنون هم مشغولون بلهوهم وبغنائهم، ومع ذلك فيهم يأتي هذا الأمر الذي هو الإسلام و الانتماء لهذه الملة العظيمة. إذن هذا ما تشير إليه عموما، ما تشير إليه هذه الآية. وأعود إن شاء الله في اللقاء المقبل إن شاء الله إلى بيان المفردات التي احتوت هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمنت بسنظرة نفسي تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. شحال الساعة لكم؟ إن شاء الله. الأسبوع الجاي جيب هذه التسجيلات.